وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. سعادة الرئيس التنفيذي، لطالما كانت مملكة البحرين سباقة في تبني التكنولوجيا الحديثة ومواكبة لمتطلبات العصر، وخاصة في المجال الرقمي، ودأبت على توفير الخدمات إلكترونيا. حدثنا أكثر عن البوابة الوطنية لمملكة البحرين في حلتها الجديدة وأبرز خصائصها. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أتقدم بالشكر على الاستضافة وتسليط الضوء على المشاريع الوطنية التي تنفذها الهيئة. مثل ما نعرف، تعمل الهيئة بشكل حثيث ومستمر في تكريس جهودها لدعم عملية التحول الرقمي بالمملكة منذ إنشائها وحتى يومنا، وحققت في هذا السياق جملة من الإنجازات الوطنية بفضل الدعم المستمر من قبل القيادة الرشيدة. وأود يعني في الإشارة في البداية لأن مسيرة البوابة الوطنية والتي بدأت منذ إطلاقها الأول في 2007 وتدشينها رسميا من قبل سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، تعتبر أحد مخرجات الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية. ويعني مشروع البوابة مثل ما نعرف من المبادرات اللي مثل ما ذكرته أقرتها اللجنة العليا ورفعت للجنة التنسيقية رأس سمو العهد رئيس الوزراء وأقرها، ويعني رصدت لها ميزانية لأنها تعتبر من أولويات عملنا في الفترة القادمة. كما نعلم يعني البوابة تعتبر هي الواجهة لحكومة مملكة البحرين، واجهة الافتراضية تقدم يعني من خلالها عدد كبير، حوالي أكثر من 500 خدمة، ويعني عدد الزيارات يعتبر ضخم جدا. نتكلم عن يعني 11 مليون في 2020، السنة هذه خلال نص سنة أكثر من 8 ملايين، حوالي 9 ملايين زيارة إلى الآن، مئات الملايين تم تحصيلها من خلال البوابة. لذلك يعني عملية تطويرها تستغرق جهد ووقت كبير جدا، ما تم الحقيقة يعني بأيدي الكفاءات البحرينيين كان عمل كبير. تم تطوير البوابة بشكل لتقديم المعلومات بشكل مكثف وسهولة ربطها بالخدمات وسهولة الوصول للمعلومات. لعمل ذلك قمنا بتطوير البنية والبيئة التشغيلية للبوابة بالكامل. هذه سهل لنا في المستقبل لإضافة محتوى يعني ثري، سهولة وسرعة تقديم المحتوى في الفترة القادمة، توجيه طبعا الخدمات للهواتف الذكية، الطاقة الاستيعابية تكون أكثر. أيضا من أبرز أمور التطويرية هو توفير خاصية إدارة الملف الشخصي، فبإمكان المواطنين والمقيمين أنهم يشوفون ملفهم الشخصي ويديرونه بشكل أفضل. وفي المراحل إن شاء الله القادمة راح يكون في أيضا خدمات إضافية ممكن هي تنقلها من خلالها. نعم، هل لك أن تحدثنا عن أبرز المميزات التي ستتضمنها البوابة مستقبلا؟ بالطبع طبعا مثل ما ذكرنا يعني عملية التطوير الآن بدأت بالمحتوى بشكل كبير جدا، تم مضاعفة المحتوى. الخدمات راح تكون على حسب الواجهة السابقة، لكن تدريجيا إلى نهاية السنة راح ننقل أكثر من 500 خدمة بشكل تدريجي. من أبرز المميزات واللي كانت يعني أخذناها من استطلاعات الرأي، من رأي العملاء، من خلال نظام تواصل اللي شان سمو العهد، رأي المستخدمين فادنا بشكل كبير لتطوير البوابة. فمن أهم وأبرز الأمور هو عملية الدفع الموحد، حيث أن الواحد يقدر يدفع مجموعة من الخدمات غير المترابطة لأكثر من جهة حكومية من خلال سلة واحدة. هذه إن شاء الله راح تجي مع يعني تغيير البنية التحتية للبوابة، بإمكاننا نحن نقدم إن شاء الله في المرحلة القادمة. أيضا توفير خاصية الخدمات المفضلة للمستخدم، يعني يقدر المستخدم أنه هو يشوف في البوابة الخدمات اللي تهمه، فهي مخصصة له على حسب الحاجة. بعد ما يدخل بكلمة السر الخاصة به فراح البوابة تكون يعني موجهة له. ايضا مثل ما قلنا النقل التدريجي للخدمات، وخدمات اضافيه راح تكون موجوده خلال الفتره القادمه تدريجيا من الان الى نهايه السنه ان شاء الله. نعم، سعادة السيد محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، شكرا جزيلا لك.